تمكنت آلية الدفاع المدني صباح اليوم وبعد حوالي 12 ساعة عمل من إخماد حريق في منطقة السترة الصناعية اندلع عصر أمس السبت في مستودع يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك وصفائح الألمنيوم والنايلون، حيث بدأت عملية التبريد المطلوبة بهدف الحيلولة دون تجدد الحريق. كما تمكن رجال الدفاع المدني من منع امتداد الحريق إلى المنشآت المجاورة. وحول هذا الموضوع معنا النقيب محمد أبو الفتح رئيس مركز الدفاع المدني بالمنامة. بعد التحية، حدثنا عن أبرز الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية متمثلة طبعا في إدارة الدفاع المدني لإخماد الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. بداية، تم تلقي بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية في مساء أمس في تمام الساعة 4:22 مساء، حيث تم توجيه الآليات إلى الموقع، حيث استغرقت 4 دقائق حتى الوصول. عند الوصول اتضح بأن الحريق موجود في مستودع، حيث قامت آليات الدفاع المدني بطلب التعزيز من المراكز المجاورة، حيث قام الضابط المناوب أيضا بتعزيز الموقع بعدد من الضباط والأفراد، حيث شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بقوة تقارب 78 فرد وضابط، وأيضا وجود 20 آلية بالموقع. حيث قامت آليات الدفاع المدني بالمكافحة والحد من انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، حيث تقدر مساحة المستودع 350 متر في 100 متر. نعم. حيث المواد الموجودة في المستودع كانت عن حبيبات بلاستيكية تستخدم في تصنيع صفائح النايلون والألمنيوم، بالإضافة إلى وجود المواد الكيميائية، لكن لله الحمد تم عزل هذه المواد وتأمينها عن الموقع. نعم، تفاديا يعني لحدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا، ما هي النصائح والإرشادات التي يمكن توجيهها يعني لمثل هذه الحوادث؟ نعم، تنوه الإدارة العامة للدفاع المدني لكافة المقيمين والمواطنين، نعم، على تطبيق اشتراطات السلامة التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني في جميع المنشآت والمنازل والمقاعد. من أهم هذه الاشتراطات هي توفير الطفايات الحرق بجميع أنواعها، بالإضافة إلى توفير كواشف الدخان، هي أجهزة الإنذار المبكر اللي تحد من انتشار الحريق واكتشافه في أقرب وقت، بالإضافة إلى توفير المرشات المياه في المستودعات والمصانع حسب اشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وجودتها والصيانة الدورية لها للحد من وجود الحرائق الكهرباء، أيضا التأكد من عدم وجود عوائق في مخارج الطوارئ لمساعدة رجال الدفاع المدني لعمليات الإخلاء، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلات الغاز وعدم وجود تسرب بها. نعم. أيضا يتم تخزين المواد القابلة للاشتعال والمواد الكيميائية في الأماكن المخصصة للذلك للحد من الاشتعال في حال وقوع أي حريق لا قدر الله. نعم، النقيب محمد أبو الفتح رئيس مركز الدفاع المدني بالعاصمة المنامة، شكرا جزيلا لك.